هاي حبيبتي حبيبتي. اهلا. انزين ادري بس ما ادري وينها يعني. اوكي والله راح بس اطلق من مليون طير عشان مره ثانيه تفشل. الخير كمان كمان شخباري خطافية وردة الفعل اللي دايما تسويها ببنات خالتها. فاليوم اوكي قاعد تشوفون سيارة مو سيارتي، السيارة هذه قديمة لان سويت حادث، مو انا سويت حادث، وحدة دعمتني وتقول انا ما شفتك، ما ادري شو ما شافتني سيارة طول وعرض، ما فيها طول بس عرض. المهم فالحمد لله السلام لهم، يعني كنت اوكي يعني بس انه كان ظهري يعورني ويدي، بس الحمد لله صرت احسن. المهم هذا موضوعنا، موضوعنا اذا تحبون الفيديوهات ردة فعل بنات خالات خطافية وبنات عبات اللي يكون، سواء ردة افعال اللي يكون. المهم اذا عجبكم الفيديو هذا حطوا لي لايكات. واليوم بهذا الفيديو يا جماعة دقيت على ام السولة، كان اقول لها لا تروحي تاخذين السولة، انا راح اروح اخذها، بس اوريدي امها وصلت المدرسة، فكمان كمان باقي دقيقتين يطلعون. او ماي جاد اطلعوا. اوكي لازم اخذ فوق تحت عشان اروح عند ام السولة اخذ منها تلفون السولة، فالوضعية ان السولة راح تنصدم وراح اشوف ردة فعل السولة. واي ام سو اكسايتد راح يصير فيها او ماي جاش. Is this you? Yeah baby, is this me? المهم راح نشوف ردة فعل السولة مع بعض. جد احس راح تصير فيها اوكي. المهم ابي اخاف توصل عند امها قبل ما يسمونها، توقع هذه امها توقع. المهم yes I think so. ما ادري وين اوقف، ما ادري وين اوقف، خلنا اوقف قدام وش يسمونه، لان ماكو مكان. بنزل عند امها اخذ منها تلفون السولة، انزين على ما تطلع السولة. والله ايش اسوي، ماكو موقف. ثانيتين just a minute. يلا راح انزلكم وياي. واي استحي، اول مرة احس اني استحي من امها. اهلا. تمام؟ امتحي. باخذ السولة وبصور ردة فعلها، لأني سويت بريان وحصة وصبا وكذي، فهمتي؟ باقي بس السولة. زين ليش ما تروحين تجيني؟ تدري ناقلني انا. زين انت راح تروحين قبل ما تجي، اوكي؟ ليش؟ شنو؟ انا بردها. بس قبل ما اردها راح نروح بس نشتري ملابس، اوكي؟ وين؟ من ما ادري ملابس مدرسة. يجيني طبعاً. زين حنان روح السرعة قبل ما تشوفك. يلا باي. اوكي يا جماعة يلا نطلع السولة واشوف ردة فعلها. واي ام سو اكسايتد يا جماعة، انها هي اللي تفاجئني مو انا. المهم هلا. اي يلا اوكي. اوه حار رطوبة يا جماعة، الكويت قاعد تنطبخ. احس اول ما توصل راح اصير خسارة، راح اصير فيها لا ويت ما ماي جاد. احس ما راح اروح، لا ما راح اسمع كلام امها. يا جماعه احس اول ما تيجي انا راح انزل وصار خساره، راح تتفشل اذا وياها رفيجات ويصير فيها ايش تبي هذه جايه. لا خلينا نشوف رده فعل السول. راح اروح من الجنطه الحمراء لان جنطتها هي انا منقيتها، عرفتوا؟ فالوضعيه يا للحين ما وصلت. يلا السول اكسايتد اني اشوف ردة فعلها. حدي حدي حدي، تعرفون شنو يعني حدي؟ شو راح اعطي ربع ساعة، إذا ما جت أنا راح أنزل لها. اشو هذا تحرك، خل نصف قدام لأن أنا صاكة على أحد. أوه ماي جاد، قلبي يرقى أكثر منها. ترى هي ما تدري يا جماعة أن أنا جاي آخذها، أبغى أحس قلبي يعورني. ايش دوا خطافية؟ ما أدري ليش. المشكلة ان انا مو قلت لكم واحدة دعمتني فمغيرة سيارتي، فما راح تستوعب ان انا، فهمتوا؟ ان عبالها راح يلها بسيارتي الجديدة. تقون انزل. او ماي جاد استحي استحي احس لا لا خطافية. ما ادري اذا انزل لها ولا لا، بس انا حدي مستحية، وايد مستحية. بس نظارات يا جماعة عشان يعني ما ادري. او ماي جاد او ماي جاد، قلبي يرقع. واي او ماي جاد يا جماعة، في واحدة نسخة السولة بس مو هي،
يعني نسخة من بعيد بس مو هي. ما أبي. اللي أعرف أن جنطتها أنا منقيتها لونها أحمر يعني قوي بس مو هي. هاي اي حبيبتي اهلا تمام بعد قلبي هاي اوكي ما اقدر تين الجهه الثانيه تين لابس تمام حبيبتي تقولي نسيل اي وينها هناك واقفه هناك زي توديني عندها يلا دير بالك شانس ياير دقيقه هي واقفه اوكي يلا يا جماعه شوفوا هدية قالت لي يلا واي خايفة أنا وايد خايفة أبي لا يدعمونها أبي لا تروح تقول لها البطارة شفتيها؟ جماعة شفنا كله وادم إلا أسولة فما أدري الوضعية ما أدري وينها أسولة I hate you بس شفت هذا الفيديو I hate you وايد حر وايد قاعد أخيس وايد السوء راح اذبحك اول ما اشوفك وحجابي قاعد يختار بثبتك هاي حبيبتي اهلا نسيت اطلعك من سمارت انزين ادري بس ما ادري وينها يعني اوكي يعني احنا شفنا كل المدرسه الا اسول ليش قاعد يصير اسود اذبحها يا جماعه لفيت كل المدرسه وليها ما شفتها حالاتها من خشيه مسيارتي وانا ما ادري عنها راح ادش لها بالسيارة ها؟ إذا شفتها قول لها خطوك بس لا تقول لها انها خطافية هني ها؟ بليز. اوه بذبحها حر 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 يا جماعة. اليوم أحر يوم بالكويت. اوه ماي جاد. الزولة ما لقيناك. قالوا لي البنات انهم واقفين هناك بس أنا ما شفتها. اوه ماي جاد. ويهي. قاعد يموت. قاعد يموت العثور على السول شنو السول او ماي جاد ويهي صاح ويهي مات بسبت منو السول او ماي جاد ويهي اي اللي صار لا مو هاي اللي مسكين يبي يتنفس مو قادر درجة حرارة 47 اي يعني يمكن 50 بعد بس يعني من الصدمة السيارة ما تقدر تعطي الرقم الصح والله العظيم ان كل مدرستها شافوني الا هي والله راح افشل اطلق من مليون طير عشان مرة ثانية تفشل انا اعلمها يعني هي مو قصيرة انا ماني فاهمة اسولها اوقف في مكان واحد ماني فاهمة اسولا اي ويل كيل يو اذا انا شفتك واحدة راح تركض او ماي جاد لازم اهشلها اذبحت شو اسوي قاعدة ادورك مذبحت اهلا او ماي جاد دشي كل المدرسة كل شنو المدرسة شافوني الا انتي او ماي جاد درت كل المدرسة دشيت داخل او ماي جاد بذبحت سك الدريشة اوقفت الثاني واي اسول كل المدرسة قاعد تلحقني الا انتي ابوي صدمتيني شو اصلا خليت الفوج عند امك كهوني قالوا لي شو اسمه قالوا لك ولي قالوا لي لا مستحيل شو يعني ما صدقت بعدين نزلت قاعدة امس سيارتك يقول وينها قلت اكيد امي يعني هم بس راحوا ما ادري شت خلصينا ابي بذبحك السوله والله دشيت داخل قلت يمكن تبي تدق يمكن راحت ويا رفيجتها رحت فوق الاداره يا دق حيسه برا دقيت على مج؟ ايش قالت؟ ما ردت ما ردت شو؟ تكفين ايش رايت المفاجاه؟ ابي والله صدمت حيل كنت قاعده اتمشى كنت يعني بي فاجت صدق كان اقول يوم عوده ويهي قاعد يعرق ولي اول مره بالحياه تخيله قطيعه انت شلون تدامون؟ ما ادري تكفى تكفى شلون تدامون؟ قالت لي انه حصل تحت زين؟ وانت ما كنت يعني فوق؟ كنت فوق بالاداره يعني بلقى امك تقول لي حصه تحت ليش تدقي على امك؟ كان اقول لها لحظه اي حصه؟ تقول لي حصه خطاف اقول لها حصلت عمتي تقول لي اي حصه؟ المهم قاعد اقول لها حلفي حلفتها 600 مليون مره زين وانت شو كنت تصعدين غثيتيني؟
حصة انا امي ما تاخر علي ادري انت ما رحتي شفتي ما وقفتي ثاني كان انا شفتك هلبي كان بروح بنزل يعني بروح اناديك وانا ما القاك ثاني تيم تفعل انا حر خيسه اموت حصه شتي طوبه درجه الحراره ادري بس 50 طبعا بلا شر طبيعي حبيبتي امك من زمان هني وانا من زمان هني او ماي جاد شو صار شيء كذا ابي وانا كلهم خطافي خطافي يعني خطافي يعني لا تسمعهم السوله انا ما ابي يعني تدري صار فيني يعني كلهم قاعد يقولي فهمتي صار فيني شت والله يا جماعه الخير الحين انا تقريبا سويت على كل بنات خالتي يعني ردت فعلهم بالمدرسه فاتمنى ان اعجبكم الفيديو نال اعجابكم مسكينه البنت ساحت مني والله فبالنهايه لا تنسون تعطوني احلى لايك وسبسكرايب وحبكم وايد وباي